السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد مع إيلا ديكو. اليوم غادي يكون فيديو مختلف، ففيه بزاف ديال لي زارتيكل دو ديكوراسيون، وفيه او ميم طون الفراقات ديال الحلوى والحوايج اللي غادي تحتاجوهم في الطابله ديالكم. قبل ما نبدا بغيت نقول لكم شكرا بزاف للناس اللي جاوا على التريد ديال النحاس من بعد ما عرفوا الفرق، ومن بعد ما عطيناهم الشرح بلي ديتاي على لا كاليتي ديال النحاس، وحتى هما دابا بزاف ديال الناس اللي ولاو عارفين الفرق بلا ما يحتاجوا انهم يمشيو لبلاصه واحده اخرى. اليوم غادي نبداو بلي زارتيكل ديال ايران اللي جا فيهم الجديد واللي كان الطلب ديالكم عليهم كثير، فحنايا تلبينا لكم الرغبه ديالكم وخليناهم بنفس الثمن. فهي المده مازال مطوله حتى نشوفوا امتى غادي تقولوا لنا اننا نحبسوها. فهنايا الاثمنه هما 150 درهم عوض 170 درهم. هنا جبنا لكم هاد لي كوب كل واحد فاش كيستغلهم، كاين اللي كيحطهم في وسط الطابله، كاين اللي كيديرهم الفاكهه، كاين اللي كيديرهم لي فخوي، سورتو هذا ديال لي فخوي كيجي عريض باش كيهز بزاف. هنايا جبنا هاد التشكيله هذه اللي الرجيلات ديالها كيجيو على هذا الشكل. كيف كنقول لكم ديما، فهنايا الزواقه كتجي لتحت، ما كتحتاجوش انكم تخافوا عليها، غير هو اي حاجه بحال هكا ما ديروهاش في لافيسيل باش تحافظوا عليها، اون فوا تساليو منها تمسحوها وترجعوها لبلاصتها اولا لابواط ديالها. فهنايا عندنا هادو كاينين الالوان مختلفه، هنايا كاين تشوكوا وكاين هاد النوار والبلون، كل واحد على حسب اللون اللي كيبغي. بالنسبه للناس اللي كانوا طلبوا البيض، فالبيض كامل متوفر، حنا جبنا لكم كله الطقم بالبيض لانه كان مقطوع واحد الوقيته. هنايا عندنا الفراقات الحلوه، ها هي في البيض. الناس اللي جدادين وما عارفينش لي زارتيكل كاملين كيفاش دايرين، انا غادي ندور لكم دوره خفيفه على الطباسل الاخرين باش تشوفوهم. وكاين هاد الديكور جديد اللي كيجي فيه صوره الاخلاص، فهذا كيجي غير ديكور بالنسبه لي كوان، ما كنحطوش الماكله فوق باسم الله. هنايا كيف كتشوفوا فكاينه صوره الاخلاص، كتقدروا ديروه في لي كوان ديالكم وجاي مع السوبور ديالو. الثمن ديالو هو 150 درهم. وكيف قلت لكم بالنسبه للناس الجداد، فهما لي زارتيكل كيفاش كيجيو. عندنا هادو كيجيو جوج ديال لي بياس، يا اما كتختاروا العراضين يا اما كتختاروا الطوالين. بالنسبه للناس اللي انتريسي مع عليكم الا تعاودوا ترجعوا للفيديو اللي فيه كل شيء بالاثمنه ديالهم. عندنا اربعه ديال الالوان، كيف كتشوفوا هنايا الزرق الخضر الابيض اللي كيف قلت لكم راه هو رجع كامل، و الكحل اللي كيجي على هذا الشكل. فالثمن ديال هاد الكبار هو 150 درهم، والثمن ديال هادو اللي كيجيو دوبل هو 150 درهم، هادو اللي كيجيو بوحدهم 120 درهم، هذا كيجي مقسوم على ثلاثه حتى هو 120 درهم. وهادو اللي كيجيو اوفال بالنسبه للناس اللي كيستعملوا لي كريب اولا لي سوشي اولا البريوات، كيجيو اوفال جوج حتى هما 150 درهم. ما عليكم الا تواصلوا معنا في النمره اللي كاينه في واتساب، وانا غادي نخلي لكم الرابط في القناه ديال الرابطه ديال الفيديو في صندوق الوصف. هنايا عندنا واحد لونسومبل ديال الفراقات ديال الحلوى اللي كيجيو رائعين. الناس اللي متبعين معنا من الاول فهنايا كنتو ديجا شفتوا هذا الشكل اللي كاين، كاين يا اما مربع هكا يا اما كيجي داير جوج ديال لي زيتاج. كاين هذا اللي كيجي مستطيل فلا كونتيتي كيهز كبر وكيجي عاطف المنظر اكثر، وكاين هذا الموديل الجديد اللي كيجي فيه ثلاثه ديال لي سوبور، واحد لتحت وجوج في الجناب، حتى هو كيجي مختلف في الشكل وشكل ديالو زوين. بالنسبه للاثمنه انا غادي نحاول نعطيهم لكم، انا دابا غادي كندوز غير هكا دو باساج باش تشوفوني. هنايا عندنا هاد الطبوقه اللي كيجيو زوينين بزاف، موديل ديالهم رائع، كاين هاد الشكل هذا وهاد الشكل هذا اللي كيجي بهاد العقيقات، هنايا كتهزوه على هاد الشكل. وكاين واحد بحال امول ولا طبسيل كبير اللي كيكون بالبورسلين، راه ثقيل بزاف، الناس اللي غادي يجيو راه غادي يقدروا يهزوه باش يعرفوا الثقل ديالو. فكتقدروا تحطوا فيه سوا فاكهه سوا ديغراتان، كل واحد على حسب الرغبه ديالو اللي كيدير. والناس اللي كيبغيو يديروا لا ديكوراسيون راه كيحطوه غير في لي كوان. وهنايا عندنا المبخرات الموديل الجديد، حتى هو فيه جوج ديال لي كولور، فيه لارجونتي وفيه الدوري. انا كنزرب في الهضره حيت ما كتعجبنيش الهضره بزاف، راكم عارفين كنقولها لكم ديما. فالمبخره هنايا عندنا فيها هاد السوبور هذا اللي كتقدروا ديروا فيه العود ديالكم كيتحل، وهنايا المبخره كتبخروا بها. وكيف كنقول لكم ديما باش تحافظوا على الحاجه، ما عليكم الا ديروا واحد الطريف ديال بابي الومنيوم وتخليو تحيدوا زعما هاد الغطاء ديالو باش ما يكحلش ليكم. والثمن ديالهم هو 200 درهم، كاينين فيهم جوج ديال لي كولور كيف كتشوفوا لارجونتي وفيهم الدوري. بالنسبه لفراقات الحلوى الاخرين هما هادو راكم ديجا شفتوهم. ودابا غادي ندوزو دوزه خفيفه على لي بلاطو بالنسبه للناس اللي كيستعملوهم في لي بوفي اولا للناس اللي كيعجبوهم يحطوهم وسط الطبله. هنايا عندنا هاد لي بلاطو كيجيو صغيورين، الثمن ديالهم هو 90 درهم، فيهم هاد اللون هذا ابيض مع هاد البرونز
كتقدروا تحطوهم في وسط الطبله ديالكم حتى هما كيجيو لي غاتو اولا لي سالي رغايف، كل واحد على حسب شنو كيعجبو يدير فيهم. هنايا عندنا هذا هو الدوغي ديالهم، ها هو كي كيجي وراه كان فيهم حتى الغوز والماغون، غير هو ما بقاوش عاد مازال غيجيو ان شاء الله. هنايا جبنا لكم حتى هاد لي بلاطو هادو، شوفوا كيفاش كيجيو، حتى هما كيجيو سامبل وكيجيو زوينين، كيجيو بحال صنيدقات صغارين، اليدين ديالهم كيجيو على هاد الشكل. الثمن ديالهم هو 250 درهم بجوج، نفس الحاجه كيجيو الحطه ديالكم ديال اتاي كتستعملوهم الحلاوي، او ميم طون كتخليو الطابله ديالكم شي شويه اوريجينال، ما كنبقاوش كل حاجه كنديروها من بلاصه، كيجي شويه المنظر خايب، وكل واحد راه كيمشي على حسب الامكانيات ديالو. والثمن ديالهم حتى هو راه ماشي ثمن زعما كثير، جوج ديال لي بلاطو ب 250 درهم، ها هما الالوان اللي فيهم. عندنا حتى هذا كيجي ماغون ارجنتي، الزجاجة لداخل بهاد الزواقه هذه شي شويه بلديه، وهنايا قليبات في الجناب، وراه ثقلت هما ثقالين جوج، نفس الحاجه 250 درهم. هادو كيف قلت لكم راه غير 90 درهم. بالنسبه للناس اللي متبعينا في انستغرام فغادي تكونوا ديجا شفتوا هاد الطبيصلات هادو اللي كيجيو بالغطا ديالهم، راه كاينين الكبار وكاينين الصغار. بالنسبه لهادو راه كبارين شي شويه، الثمن ديالهم هو 20 درهم، عوضة 25 درهم. كل واحد شنو كيبغي يحط فيهم، كاين اللي كيحط فيهم الفاكهه، كاين اللي كيفرقهم على الطوابل اونصامبل، اولا التمر ولا اي حاجه بغيتو تحطوها فيهم، فكيجيو زوينين. الثمن ديالهم هو 20 درهم الوحيده. وهنا عندنا حتى هاد لي كلوش هادو اللي كيجيو محلولين، هادو راه ماشي صغارين، بزاف ديال الناس غادي يكونوا شافوهم في كارفور اولا في مرجان، كانوا دايرين واقيلا 10 ولا 13 درهم، كانوا هادوك صغارين، هادو راه كبر منهم. ودابا بما ان شهر رمضان على الابواب فكيتحتاجوا بزاف بالنسبه للسفوف اولا البريوات ولا التمر، كيجيو كيهزوا كونتيتي صغيره، ولكن كتقدروا تكون الطابله متنوعه بهم. الثمن ديالهم هو 25 درهم. وقبل ما ندوزو للتتمه ديال لي بلاطو والموديلات الجداد اللي جاو، فبغيت نوريكم هاد لي ميناجير هادو، بزاف ديال الناس خداوهم عندنا، داوهم دي كادو بالنسبه للناس اللي كيكونوا معروضين اولا عراسات، سورتو ملي كيكون ان كوبل يلا جديد فيهم 24 بيس، ياك 24 بيس، هنايا 24 بيس فيهم معلقات صغار ومعلقات صغار معلقات كبار ولي فورشيت والماس، 6 من كل حاجه هي 24. الثمن ديالهم هو 230 درهم عوض 250 درهم. وكيف قلت لكم كيجيو كادو زوين، وشي كادو اللي كيتستعمل، ماشي كادو اللي كيبقى محطوط، فكادو مستعمل وحتى الشكل ديالو زوين ومجموع وما كيرونش، ها هو كيفاش كيتسد، وملي كتحتاجوه فكتحلوه في هاد الزواقه هادي اللي كتجي على هاد الشكل، وفي هاد الزواقه هادي اللي كتجي على هاد الشكل. راه الناس اللي كيعرفوا الاثمنه ديالهم ديجا راه عارفين الاثمنه ديالهم شحال دايرين في بزاف ديال لي باج، فحنا درنا هاد الثمن باش نسمحوا للناس كاملين انهم يشريوهم. وجبنا حتى هاد الطبيصلات هادو اللي فيهم الدوغي وفيهم لارجونتي، حنا حطينا فيهم هاد لي طاس غير باش نبينوا لكم اللون، فهما ما كيتحطوش لي طاس. الثمن ديالهم هو 40 درهم، كل واحد كياخذ القدر اللي محتاج ليه. الثمن ديالهم كيف قلت لكم 40 درهم. ما نحتاجش نعاود نذكركم في هذا لونسومبل اللي كيجي فيه البلاطو ديالو مع الكوفري ب 450 درهم. بالنسبه للناس اللي كيبغيو كل حاجه بوحدها، فالكوفري داير 250 درهم والبلاطو داير 200 درهم بهاد لي كريستو هادو في الجناب، فكيجيو على هذا الشكل. وبالنسبه للناس اللي انتريسي بلي بلاطو، فجبنا لكم هذا الموديل هذا داير اللي فيه جوج ديال لي بيس، هذا صغير كتقدروا تحطوا فيه لي غاتو ديالكم، وهذا الكبير راه كبير راه ماشي صغير، فيقدر يهز لكم مثلا 6 ديال الكيسان مع بريريد، فيهم هاد الزواقه وفيهم هاد الزواقه الاخرى اللي فيها بابيون، باقي في لارجونتي في الشكل المستطيل. الثمن ديال هادو هو 370 درهم، وبالنسبه للثمن ديال الاخرين هو 350 درهم اللي كيكونوا مربعين. عندنا حتى هاد لي بلاطو هادو اللي كيجيو مستطيلين، حتى هما جوج ديال لي بياس، واحد صغير دائما الحلوه ديالكم وواحد كبير. الثمن ديالهم هو 320 درهم عوض 350 درهم، فهادو جوج ديال لي بلاطو بثمن جد مناسب. هنايا عندنا الديكورات ديال لي كوان، كيجيو هادو حتى هما بحال دي بورت بوجي، كيجيو زوينين كتقدروا تحطوا فيهم الشميعات هنا لداخل. هادو حتى هما نفس الشكل بهاد البول، لابول هادي هنايا، وهنايا بلاصه ديال الشميعات كيف كتشوفوا راه كتهز،
فيها ثلاثة ديال البياس. كاينين هادو كيجيو في الكحل نفس الحاجة، كاين هنايا كيتهزو البلاصة ديال الشميعات، هنايا كاينين دي فاز ثلاثة اللي فيهم داك التركوا في الجناب زوين. هنايا هادي فيها الله مع محمد، كتجي عريضة، الثمن ديالها هي 200 درهم عوضة 220. عندنا هاد لي بورت بوجي كيجيو على جوج ديال الشميعات، الثمن ديالهم هو 200 درهم. وهنايا هاد لي فاز هادو حتى هما كيجيو ثلاثة ديال لي بياس على هاد الشكل هذا. فكيف قلت لكم كاينين هاد الموديلات ديال الطبوقه اللي كيجيو رائعين في المنظر، اللي كتقدروا تستعملوهم في بزاف ديال الاستعمالات، والمبخرات اللي تهم الموديل الجديد اللي كيجيو زوينين، واللي تقدروا انكم تعطيوهم دي كادو ولا ديروهم للدار، والثمن ديالهم راه كيف قلت لكم 200 درهم ثمن جد مناسب. غادي نختموا الفيديو دابا، وبغيت نقول لكم شكرا بزاف على المتابعه ديالكم. الناس اللي انتريسي معكم الا تعيطوا لنا او لا تصيفطوا لنا ميساج في واتساب او لا فيسبوك ولا انستغرام، فحنايا كنجاوبوا الناس كاملين. غادي نقرب لكم شي شويه باش تقدروا ديروا اون كابتور ديكرون هكا 07 71 59 02 93، او لا تكونتاكتيونا في واتساب انستغرام نيميرو التليفون، اي حاجه كنجاوبكم عليها، وكنجاوبوا على لي زابيل ديالكم كاملين. كنذكركم بالنسبه للتريات الكبارين ديال 6 و 8 ديال البولات فالا ليفريزون غراتويت لمدينه القنيطره والمحمديه وكازا اللي كتشوفوهم على هذا الشكل هذا. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. وقبل ما ننسى لي بغيت نقول لكم ان الناس اللي طلبوا منا هاد التريه هادي فها هي جبناها، راه ديسپونبل دابا، هادي 50 سنتيم. ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، وشكرا بزاف على المتابعه ديالكم.